التقنية. في البداية أرحب بحضراتكم في لقاء جديد من سلسلة الحوارات الفكرية التي بدأها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات لتحليل تداعيات أزمة كورونا على الخليج العربي والإقليم والعالم. وقبل أن أبدأ بتقديم ضيوفنا الأعزاء، يسعدنا أن يكون معنا الآن سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة، رئيس مجلس أمناء مركز دراسات، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله صباحكم بكل خير. حياكم الله. الاخوه الاخوات والزملاء الاعزاء، يسرني ان ارحب بهذه الجلسه. وقبل ان نبدا، وددت شخصيا ان ارحب بالاخوه الزميل الدكتور عبد العزيز العويشق، الامين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون السياسيه والمفاوضات، والاخت والزميله الدكتوره ابتسام الكتبي، رئيسة مركز إمارات للسياسات، والأخ والزميل الأستاذ أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل. هذه الجلسة مخصصة لحديث الساعة، وهي جائحة كورونا وتداعياتها واستجابة دول مجلس التعاون تحديداً لها. ولا شك أن هذه النخبة المميزة من المتحدثون معنا هذا الصباح ستضيف لهذه الجلسة ثراءً واطلاعاً على ما قامت به دول مجلس التعاون والتداعيات والتحديات، وكيف جابهت دولنا في مجلس التعاون هذه الجائحة. فمرحباً بكم أخوة وزملاء وأعزاء، وشكراً على تلبيتكم هذه الدعوة وأثراكم لنا لهذه الجلسة، وتمنتها لهذه الجلسة الثرية التوفيق إن شاء الله والنجاح. شكرا دكتور. شكرا سعادة الدكتور الشيخ عبد الله. في البداية، طبعا لقاء اليوم هو لقاء خليجي بامتياز، يسعد مركز دراسات ويسعدني شخصيا أن أقدم لحضراتكم ضيوفنا اليوم، وهي نخبة متميزة تجمع بين العمل الأكاديمي والتنفيذي. في البداية أرحب بسعادة الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق، الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون السياسية والمفاوضات. الدكتور العويشق مسؤول عن تنسيق السياسة الخارجية لمجلس التعاون تجاه القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الدولية للمجلس، بما فيها تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة وبرامج التعاون الاستراتيجي والشراكات الدولية والإقليمية والمفاوضات الاقتصادية مع دول العالم والمنظمات الدولية. يشغل هذا المنصب منذ عام 2011، وقد تدرج في مناصب أخرى في الأمانة العامة للمجلس، وقبل ذلك عمل خبيرا في الأمانة العامة للمجلس وعمل خبيرا في منظمة الأمم المتحدة لمدة 18 عاما. هو أيضا متخصص في القانون الدولي والعلاقات الاقتصادية الدولية، ودرس القانون والاقتصاد السياسي وعلم التفاوض في عدد من الجامعات والمعاهد الأمريكية المرموقة، وهو أيضا كاتب في عدد من الصحف والدوريات العلمية. أرحب بسعادتكم دكتور. كما أرحب أيضا بسعادة الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات بدولة الإمارات العربية المتحدة. الدكتورة ابتسام أسست هذا المركز عام 2013، والذي يطلع بأنشطة عديدة أبرزها تنظيم ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي السنوي، انطلاقا من دورها البارز ليس فقط ضمن النخب الفكرية في دولة الإمارات ولكن في منطقة الخليج العربي. فقد عينت عام 2015 عضوا في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى للتعاون، وفي عام 2018 تم اختيارها من جانب مجلة Arabian Business ضمن قائمة الـ50 امرأة الأكثر تأثيرا في العالم العربي. حصلت الدكتورة ابتسام على جوائز تميز عديدة خلال عامي 2018 و2019. أيضا الدكتورة ابتسام عضو في عدد من مراكز الدراسات على المستويين الإقليمي والعالمي، ولديها العديد من الأوراق البحثية المنشورة حول علاقات الخليج الدولية، وشاركت في العديد من المؤتمرات ذات الصلة بقضايا الخليج العربي، وأيضا لديها حضور فكري وإعلامي متميز للحديث عن قضايا منطقة الخليج العربي. مرحبا بحضرتك دكتورة. أسعدنا أيضا أن أقدم سعادة الأستاذ عبد الله أسامة عبد الله العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر. السيد العبسي كان له دور مهم في الحيلولة دون تعرض الوافدين في مملكة البحرين للإتجار بالبشر، وخلال عمله كرئيس تنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل وسابقا كنائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، عمل العبسي على تعزيز ظروف العمل لدى كافة الوافدين العاملين في مملكة البحرين. وخلال عمله أطلقت
هيئة أطلقت هيئة سوق العمل برنامج تأشيرة العمل المرنة في يوليو عام 2017، والتي تعد خطوة مهمة للوافدين للعمل دون كفيل. وقد نالت مبادراته بشأن تنظيم عمل العمالة الوافدة إشهادات من المنظمات الدولية المعنية والوكالات ذات العلاقة في الدول التي تنتمي إليها العمالة الوافدة، إلى جانب الدول المتقدمة التي تم الأخذ بها كدراسة حالة نموذجية وجديرة بالتطبيق، خاصة من حيث مسألة الإيواء وضمانات الحقوق. أرحب بحضراتكم جميعا، وقبل أن أبدأ محاور الندوة اسمحوا لي أن أقدم إطلالة مختصرة عن مسألة وباء كورونا. في أواخر العام الماضي 2019 تناقلت وسائل الإعلام العالمية خبر اكتشاف فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، وفي البداية ساد الظن لدى العديد من دول العالم أنه على غرار فيروس سارس الذي ظهر أيضا في عام 2012 و2013 وراح ضحيته مئات الوفيات والإصابات أنذاك، كما ظنت العديد من دول العالم وخاصة التي تبتعد جغرافيا عن الصين أنها بمنأى عن تفشي ذلك الوباء لديها، إلا أن الفيروس أبى إلا أن يضرب العالم من أقصاه إلى أقصاه منتشرا كالنار في الهشيم. حتى الأمس تجاوزت عدد الإصابات 9 ملايين شخص وما يقترب من 500,000 حالة وفاة. يصبح العالم بأسره أمام أزمة مزمنة لا سبيل للنجاة من تبعاتها سوى التوصل إلى لقاح لعلاج هذا الوباء. دول الخليج وعلى الرغم مما لديها من خبرات تراكمية بشأن إدارة الأزمات ومنها حربي الخليج الأولى والثانية، فإن تلك الأزمة كانت غير مسبوقة بالنسبة لها كغيرها من دول العالم، ليس فقط لارتباطها بقطاع النوعي بل في ظل ما تطلبته من حتمية اتخاذ قرارات متكاملة ومتوازية في وقت قياسي من جانب النخب الخليجية، وهو ما تجلى في الآليات السياسية والاقتصادية والأمنية والإعلامية فضلا عن جهود العمل التطوعي. بمعنى آخر فإن دول الخليج لم يكن لديها رفاهية الانتظار بل حتمية القرار. مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات كغيره من مراكز الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي تفاعل مع هذا الحدث من خلال سلسلة تقارير تحليلية وعدد من الحوارات الفكرية، ويأتي ضمنها حوار اليوم. حوار اليوم سوف ينقسم لقسمين، القسم الأول محاور الحوار وسوف نتحدث عن التحديات التي رتبتها أزمة كورونا، ثم الآليات التي انتهجتها دول الخليج تجاه هذه الأزمة وصولا إلى الدروس المستفادة من هذا النهج الخليجي. ولنبدأ من المستوى الخليجي الجماعي. أزمة بحجم وباء كورونا جعلت دول الخليج بأجهزتها المختلفة في حالة استنفار قصوى، إلا أنه في الوقت ذاته كان هناك جهود على في كل دولة على حدة، لكن كان لافتا أيضا اللقاءات الجامعية الخليجية ضمن منظومة مجلس التعاون على المستويات الوزارية ودون الوزارية في الوقت الذي تعثرت فيه جهود العمل الجماعي الدولي، وأيضا على في منظمات إقليمية مماثلة مثل الاتحاد الأوروبي وحلف النيل. دكتور عبد العزيز، في البداية برأيك لماذا كانت كورونا تحديا نوعيا لمجلس التعاون كمنظومة أمن إقليمي، وخاصة أنها اكتملت فيها عناصر الأزمة كما تعرفت عليها الإسهامات الأكاديمية بكونها حدث مفاجئ في وقت محدود يحتاج إلى قرارات حاسمة في ظل تضارب المعلومات أو نقصها؟ تفضل. كانت أولا شكرا سعادة الشيخ الدكتور عبد الله على دعوتي لهذا الاجتماع، هذه الندوة. دكتور أشرف على حسن التنظيم، لزملائي في الدكتورة ابتسام والأستاذ أسامة، أنا سعيد جدا ومسرور أن أكون معكم اليوم. مثل ما تفضلت على عمرك أن هذه هي أزمة غير مسبوقة من ناحية تأثيرها على عدة مناحي في نفس الوقت. إذا كانت تتذكر أول تحدي كان هو منع انتشار المرض، سعت دول مجلس إلى الحد من انتشار المرض وانتقاله إليها، وانتقل إليها في البداية من المسافرين إلى إيران بسبب عدم التواصل مع إيران بسبب السياسات الإيرانية. تم إخفاء سفر بعض المواطنين وأدى إلى انتشار المرض، فكان الجهد في البداية هو للحد من انتشار المرض، ثم ثانيا للعلاج والعناية بمن تثبت إصابته. بالجانب الصحي كان من البداية مهم جدا، لكن هذه الأزمة أيضا لأنها بدأت في الصين ضربت خطوط الإمداد بشكل مباشر. ووهان من أهم المحافظات الصينية، وتأثرت الصين بسبب الإجراءات التي وضعتها لمنع انتشار المرض من ووهان إلى بقية مناطق الصين. خطوط الإمداد جميع دول العالم تعتمد على الصين بما في ذلك في المنتجات الصحية. فالموضوع الثالث اللي يمكن
كان التوقيت، التوقيت كان سيء جدا بالنسبة لي في العالم كله بسبب أنه جاء خلال فترة ركود اقتصادي، خلال فترة من التوتر بين الولايات المتحدة والصين وغيرها وغير الدولات. بالنسبة لنا طبعا هذا مهم، لماذا؟ لأن أي تأثير على صحة الاقتصاد العالمي معناه تأثير مباشر على الاقتصاد الخليجي الذي يعتمد على تصدير الطاقة والبتروكيماويات والألمنيوم والحديد وغيرها التي يتأثر الطلب عليها بمثل هذه بأي تباطؤ في الاقتصاد العالمي. كان أيضا التوقيت سيء من ناحية أخرى بالنسبة لنا، إن أسعار البترول كانت انخفضت بشكل كبير جدا بسبب عدم التزام روسيا بالاتفاق السابق بين منظمات أوبك بلس، مما أدى إلى سعي دول مجلس التعاون المملكة العربية السعودية والإمارات وبقية دول المجلس إلى الحفاظ على حصتها من السوق النفطية في زيادة الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل أكبر مما كان متوقع بسبب الركود العالمي. هذه هي كانت التحديات. وأنا أتصور أنت في المحور الأول تريد أن تتحدث عن التحديات. الجانب الصحي أيضا أثر على طريقة أداء العمل بسبب رغبة جميع الدول بما في ذلك دول مجلس التعاون من الحد من انتشار المرض، اتخذت إجراءات لتقليص النشاط الاقتصادي، لتقليص العملية التعليمية، فصار في عدد من المعاملات التي زادت من حدة تأثير هذا المرض على الاقتصاد الخليجي. أعتقد هذه التحديات. والمحور الثاني يمكن أتحدث عن كيف تعامل معها مجلس التعاون من اليوم الأول. نعم، أشكر حضرتك على هذه الإيضاحات المتكاملة. يعني بالفعل كما حضرتك ذكرت إن هي كانت أزمة بمعنى بالمفهوم الدقيق، كونها يعني أفرزت هذه التحديات في وقت سريع جدا وتطلبت استجابة. لنأخذ الحديث إلى الدكتورة ابتسام الكتبي. عندما نتحدث الدكتورة عن استنفار كافة الأجهزة في دول الخليج عملت في مسارات متوازية على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي الإعلامي، لكن هل يعني إذا ما قلنا أنه ما كان أبرز هذه التحديات؟ يعني كان هناك أمور كثيرة، لكن فلنقل أبرزها وأهمها وأكثرها خطورة ويتطلب علاج سريع. وهل يمكن القول أن هذه كانت تحدي للخليج لأنها ترتبط بقطاع نوعي لم يألفه دول الخليج من قبل، أم لأن دول الخليج تضم أعداد هائلة من العمالة الوافدة على خلاف الدول الأخرى وبالتالي كان التحدي مستوت، أم نقول بين قوسين عدم الاهتمام بمسألة إدارة الأزمات عموما؟ يعني في أي يعني محور نصنف هذه التحديات بشكل أكثر دقة؟ في البداية أيضا أوجه الشكر الجزيل لمركز دراسات وعلى رأسه معالي الشيخ عبد الله الخليفة ولك أخي أشرف وطاقم العاملين في المركز على هذه الدعوة الكريمة لمناقشة مثل هذا الموضوع المهم. أنا كتبت عن الأزمة على حسابي في تويتر أن أزمة كورونا أو كوفيد 19 هي أزمة كاشفة تحتاج إلى صدق المكاشف. كما شار أخي الدكتور عبد العزيز العوجي، هي أزمة مزدوجة. أول تحدي أنها أزمة مزدوجة. التحدي اللي شكلت أزمة كوفيد 19 بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون أن أزمة الوباء أتت في ظل انخفاض قوي لأسعار النفط واللي وصلت لأدنى مستوياتها مع انتشار الوباء عالمياً، أيضاً مع إجراءات الإغلاق الحجر المشدد على مستوى العالم، ما جعل الأزمة مزدوجة بالنسبة لدول الخليج حيث اجتمعت تداعيات الوباء مع الانخفاض القياسي في أسعار النفط. بالنسبة للقضايا اللي أولتها دول الخليج أولوية خلال إدارتها لتلك الأزمة، أيضاً هذه الأزمة شكلت تحدي للنظام الصحي في جميع دول العالم صراحة، مش دول الخليج فقط، دول الخليج تعتبر من ضمنها، لكن كانت طبيعة الاستجابة في كل دولة خليجية انعكاساً لمدى متانة استعداداتها فيما يتعلق بالأمن الصحي الدوائي
الأمن الغذائي، التماسك الاجتماعي وإجراءات الحوكمة. حقيقة انعقدت اجتماعات تنسيقية عبر الفيديو بين مسؤولي الصحة في دول الخليج، لكن بقى تعامل كل دولة على حدة هو الغالب، وليس العمل الجماعي الفعال تحت مظلة مجلس التعاون. أيضا يعني تحدي في نظري مهم أن الأزمة كشفت تحديات قوية في خطط الإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون. الدول اللي اعتمدت على في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط على خطط تطوير قطاعات السياحة، الطيران، الضيافة، الترفيه، صناعة المؤتمرات، هي للأسف القطاعات اللي كانت أكثر تأثراً بأزمة كورونا والأكثر تعرضاً للخسارة أو التعثر وأحياناً التوقف والإفلاس. ما يتعلق بالعمالة طبعاً يا دكتور أشرف، من ضمن الأشياء اللي كشفتها التحدي كيف تتعامل مع بشر بأعداد كبيرة موجودين عندك، أيضاً يفتقرون إلى الوعي الصحي. يعني أعتقد هذا تحدي وكاشف في نفس الوقت، كيف تتعامل معهم صحياً، كيف تتعامل معهم من حيث إجراءات العمالة في ظل الحجر، أنت غير قادر على تسفيرهم، بلدانهم غير راضي إنها تأخذهم عندها، شكل ضغوط اقتصادية وضغوط صحية عليك. وأنا أعتقد هذا مهم جداً، أنا أسميها الدروس المستفادة من جائحة كورونا. من لم يتعلم الدرس في ظل هذه الجائحة لن يتعلم أبداً. وأنا قلت نفكر بشكل استراتيجي ونتعامل بشكل تكتيكي. شكراً يا دكتور على هذه المعلومات المهمة والمفيدة، والحقيقة أنه بالفعل سوف نتحدث في نهاية الندوة عن محور خاص عن الدروس المستفادة من هذه الأزمة، وهذا أحد المحاور في هذا اللقاء الفكري. السيد أسامة، يعني لنأخذ من كلام الدكتورة ابتسام، قالت أن العمل الجماعي طبعا مهم، لكن برزت دور الدولة الوطنية، كل دولة خليجية على حدة برزت إمكانياتها وقدراتها في مواجهة هذه الجائحة. والحقيقة كان مملكة البحرين دور مهم جدا في مواجهة هذه الأزمة، ولكن يعني دعنا نتحدث عن مسألة الأولويات. يعني كل دولة خلال أزمات يكون لها أولويات. هل لك أن تلقي الضوء على كيفية تأثير الأزمة على سوق العمل في البحرين خلال هذه الفترة، وما كانت هي أولويات المملكة خلال مواجهة هذه الجائحة؟ شكراً دكتور، وأنضم إلى زملائي في شكر أخي الدكتور الشيخ عبد الله ومركز دراسات على الاستضافة. مما لا شك فيه، يعني أنا أتكلم من موقع أنني من الناحية التنفيذية المسؤول عن تنظيم تواجد العمالة الوافدة في البحرين، والبحرين في موضوع العمالة الوافدة تقع في منتصف الدول الخليجية، فهناك دول تركيز العمالة أو تركيز الوافدين في تركيبتها السكانية أكثر من البحرين، وهناك دول أقل من البحرين، فإحنا في الوسط، وبذلك يعني ممكن أن نكون مثالاً جيداً لبعض السياسات. الطبيعة البشرية دكتور هي دائماً تبحث عمن تلومه في الأزمات، تبحث عن شخص تلومه، تبحث يعني لما بدأنا مع موضوع كورونا بدأنا في لوم الصين، ثم بدأنا في لوم المسافرين، ثم وانتهت في بعض الدول وفي بعض الأوقات والحمد لله انحسرت أننا كنا نلوم العمالة الوافدة على أن هي سبب انتشار أو غيره. التحدي اللي واجهت البحرين وواجهت دول الخليج كلها أننا في أوقات الرخاء وفي أوقات النمو الاقتصادي فتحنا الأبواب للقطاع التجاري لاستقدام ما يحتاجه من عمالة وافدة يعني دعم التوسع الاقتصادي على المستوى الفردي، على مستوى المؤسسة المؤسسة الواحدة، وعلى مستوى القطاعي ومستوى الاقتصادي. لم يكن من السهل أن تحدث هذه الضغوطات على الأنظمة الصحية وعلى الأنظمة الأمنية وعلى الأنظمة دون النظر إلى الجزء الذي يستهلكه
العامل الوافد في دول الخليج من هذه الخدمات، وسؤال هل نحن نحتاجه؟ لماذا هو هنا؟ لماذا لا يرجع إلى بلده؟ الأساس، وعلشان الواحد يكون صريح، نحن أتينا بهم في وقت الرخاء، ووقت الشدة ليس وقت شدة يعني على دولنا فقط، هي على دولهم كذلك. وبالتالي دولهم مثل ما ذكرت الدكتورة ابتسام تعذرت من استقبالهم في حال حاولت بعض الدول الإرجاع، لأنهم كذلك في وضع أزمة. وبالتالي اعتقادي أن طريقة التعامل في البحرين، اتخذ قرار مسبق توقعنا ما سوف يحدث في هذا الأمر، فتوقعنا عدم قدرتنا على الترحيل، توقعنا عدم قدرة الاقتصاد على الاستيعاب، وتوقعنا أننا سنضطر للتعامل مع المكون الوافد في التركيبة السكانية كأمر واقع يجب التعاطي معه، هو فرد من أفراد المجتمع اللي موجود الآن يتأثر بنا ونتأثر به. وبالتالي بدأنا في آلية لا تعتمد على مبدأ الترحيل ولا تعتمد على مبدأ التخلص، بل على مبدأ أن الجائحة سوف تأتي وتذهب وسنحتاجهم من جديد. فحرق الجسور والردود الفعل حاولنا السيطرة عليها، لأننا نعلم أن بإذن الله سوف تنتهي. بدأنا في أبسط الأمور، هي إعلان عفو شامل عام للمخالفين، والمقصود في ذلك ليس التصحيح أوضاعهم فقط، ولكن لإحساس العامل بأنه ليس مطارد لو فقد وظيفته، هو ليس مطالب منه أن يرجع إلى بلده أو سوف لن يتم حبسه، وبالتالي إذا شعر بالأعراض يبلغ عن هذه الأعراض لإحساسه بالاطمئنان. هذه الآلية برغم الأزمة اللي إحنا فيها، إلا أن أعداد المخالفين في البحرين انخفضت في آخر شهرين بمقدار حوالي 25%، رغم أن هناك تسريحات ورغم أن هناك استغناءات، إلا أن إحنا بخطوة استباقية قدرنا أن إحنا نستوعبها. طبعاً يعني ليس هناك صح مطلق وليس هناك خطأ مطلق في التعامل مع الكورونا. السبب الأساسي أنه ليس في تاريخنا ولا في خبراتنا السابقة ما يؤهلنا للتعامل مع حدث بهذا الحجم، وبالتالي هناك اجتهادات على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي في التعامل معها، ونحن نتعلم من خبرات الآخرين ونعرض خبراتنا على إخواننا لكي يشاركونا فيها. ولكن اختصاراً، التعامل مع التركيبة السكانية والتعامل مع التركيبة الديموغرافية والاعتماد الاقتصادي سوف يكون الشغل الشاغل في رأيي في منطقة الخليج لمرحلة ما بعد كورونا، سوف يكون هو السؤال المطروح دائما، ويجب أن ندرس هذا السؤال على أساس لا ضرر ولا ضرار، وعلى أساس الاحتياج الاقتصادي والأمن الوطني والقدرة على التعامل مع الأزمات المستقبلية. أجارنا الله وإياكم. شكرا جزيلا السيد سامة العبسي على هذا الإيضاح وهذا التفصيل المهم. أنا برأيي أن المدخلات الثلاثة فعلا متكاملة لتوضح أمر مهم، أنه إذا يعني عندما ذكرنا في البداية أنها كانت أزمة أكثر حدة بالنسبة لدول الخليج، فالمدخلات أوضحت هذا، لأنها ليس فقط تتعلق بالقطاع الصحي، ولكن لخصوصية وتركيبة السكانية في دول الخليج، وأيضا موقع دول الخليج الإقليمي وعلاقتها بأسعار النفط والظروف الدولية. وبالتالي هذا الخطر المضاعف أو هذا التحدي المضاعف كان دافعا لدول الخليج لاستجابات على صعود عديدة، وهذا ما يعني يجعلنا ننتقل مباشرة للمحور الثاني، الآليات التي انتهجتها الدول لأنها كانت أكثر حدة بالنسبة لدول الخليج، ولكن كانت هناك آليات سياسية واقتصادية وأمنية وإعلامية فضلا عن جهود العمل التطوعي. هذه الآليات جميعا انتظمت تحت مظلة دور القائد والنخب في إدارة هذه الأزمة، بالإضافة إلى ما شاهدناه من تشكيل لفرق لإدارة الأزمات.
لنبدأ من العام إلى الخاص مرة أخرى. الدكتور عبد العزيز العويشك، تابعنا اجتماعات لوزراء الصحة والداخلية والعمل والبيئة واجتماعات دون وزارية. الدكتورة ابتسام قالت أنه دور الدولة الوطنية كان الأهم، ولكن أنا رأيت أيضا كان هناك بالتوازي مع دور الدول الدولة الوطنية كان هناك اجتماعات عديدة، بل بعض من هذه الاجتماعات كان بدعوة من الأمين العام للمجلس. وبالتالي السؤال، ما هو دور المجلس في التنسيق خلال تلك الأزمة، سواء بين الدول الأعضاء أو بين المجلس والتكتلات الدولية، ومنها على سبيل المثال مجموعة العشرين أو الأمم المتحدة، وتأثير هذا العمل الجماعي ضمن منظومة مجلس التعاون على الحد من انتشار أو الحد من تداعيات الأزمة على كافة المستويات، خصوصا أن هناك انتقادات عديدة كما ذكرت في البداية وجهت للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو كتنظيمات أمن إقليمي، بل طالت المنظمة الأممية ذاتها أنه هذه الأزمة كانت اختبارا حقيقيا لمبدأ التضامن الذي تقوم عليه وتنهض عليه تلك المؤسسات. ولكن مقارنة بمجلس التعاون لم تتوقف الاجتماعات، أنا لاحظت هناك اجتماعات كثيرة رصدتها وزارية ودون الوزارية. برجاء حضرتك تلقي لنا الضوء على هذه الاجتماعات. نعم، في مجلس التعاون أكثر من 30 لجنة وزارية، معظمها اجتمع خلال فترة الأشهر الماضية، مثل ما تفضلت اجتماعات وزارة الصحة كانت هي الأكثر. في من ضمن المنظمات المتخصصة في إطار مجلس التعاون مجلس وزراء الصحة ومقر في الرياض، ولديه مكتب تنفيذي. من خلال المجلس ومن خلال الأمانة العامة عقد أول اجتماع لوزراء الصحة في الأسبوع الأول من فبراير من هذا العام، كان اجتماع فعلي، ثم الاجتماعات اللاحقة كانت اجتماعات افتراضية. وزراء الصحة قاموا بشيئين، الأول تفعيل الآليات الموجودة سابقا التي تتعلق بالشراء المشترك للأدوية والمستلزمات الطبية، هذا كان قرار سابق ويفعل في فترات عندما يكون هناك ضغط على هذه المواد. ففي هذه الحالة مثل ما تعرفون كان هناك ضغط في العالم كله تقريبا على أجهزة التنفس الاصطناعي والأقنعة وغيرها، فعملوا وزراء الصحة على الشراء الجماعي لهذه المستلزمات، وكان هناك تعاون من قبل عدد من الدول بما فيها الصين وغيرها. وبالمقابل دول مجلس أيضا وزراء الصحة نسقوا بينهم لإحالة ما فاض عن حاجة دول مجلس إلى جهات أخرى، وتلقينا طلبات كثيرة من دول في أفريقيا وفي آسيا ومن الدول العربية لتزويدها بالأجهزة التي تنقصها. فهذه الآليات القديمة فعلت، السابقة فعلت من خلال الأزمة من خلال اجتماع وزراء الصحة. في الاجتماع الأول أيضا في فبراير قرر وزراء الصحة إنشاء غرفة مشتركة، غرفة عمليات. هذه الغرفة تعمل على مدار الساعة 24 ساعة يوميا لتحديث المعلومات وتزويد المركز الإحصائي لمجلس التعاون المقر في مسقط بها وتحليلها، وتوضع على موقع المركز. أيضا تتبادل المعلومات بشأن الطرق الجديدة للانتشار، انتشار بين العمالة، ما هي أفضل الطرق. من خلال الغرفة المشتركة يتم تحويل هذه الأسئلة إلى الخبراء الصحيين، مجلس وزراء الصحة في عدد من الخبراء في الصحة العامة ركزوا جهودهم على كيفية استفادة دول المجلس من أفضل الممارسات داخل دول المجلس وخارج دول المجلس، وفي تواصل مباشر بين مجلس وزراء الصحة وبين منظمة الصحة العالمية، بيننا علاقة طويلة ترجع إلى عقود من الزمن في الواقع لمواجهة أمراض معدية أخرى مثل الملاريا وغيرها بالسابق. بالإضافة إلى وزراء الصحة كان أول اجتماع وزاري لوزراء الداخلية للتعامل مع النواحي الأمنية المتعلقة بالموضوع، موضوع السيطرة على تحركات المواطنين والمقيمين لحد من انتشار المرض. كان هناك أيضا اجتماع لأكثر من اجتماع في الواقع لوزراء المالية، أيضا لمناقشة التداعيات المالية على الميزانيات الحكومية، وتبادل وجهات النظر حول كيف يتم التعامل معها. مثل ما تعرفون الاتفاقية الاقتصادية تنص على التكامل المالي والنقدي بين دول مجلس التعاون، فتم تفعيل عدد من هذه الآليات للحد من الضغط على الإنفاق الحكومي. الإنفاق الحكومي
عليه طلبات جديدة من التعامل مع الوباء، وفي نفس الوقت انخفض انخفضت الإيرادات الحكومية بشكل كبير جدا، وكان هناك نقاش ما هي أفضل الأدوات، هل هي الاستدانة أو تسهيل الأصول وغيرها. طبعا فائدة هذه السياسات المالية على وجه الخصوص تختص بها كل دولة مثل ما أشارت الدكتورة ابتسام، لكن تبادل وجهات النظر حول أفضل الحلول كان مفيد في المرحلة الأولى وفي الاجتماعات اللاحقة. محافظ البنوك المركزية أيضا اجتمعوا وصار هناك اتفاق بينهم فيما يتعلق بإدارة السيولة، سواء بالنسبة للنقد الأجنبي أو بالنسبة للعملات المحلية، لمنع أي مضاربات على أي عملة من عملات دول مجلس التعاون، لأن المضاربين عادة يستغلون مثل هذه الأزمات. في نفس الوقت للعمل معا لتوفير السيولة للبنوك لتنفيذ السياسات التحفيزية التي أقرتها كل دولة على حد. السياسات التحفيزية معظمها يتطلب توفير سيولة، ومعناها البنوك المركزية يجب أن تدير هذه السيولة بطريقة لا ترفع من التضخم ولا تضغط على أسعار الفائدة أيضا. بالإضافة إلى هذه الاجتماعات، وزراء النقل أيضا اجتمعوا، وزراء التجارة، وزراء التجارة على وجه الخصوص ناقشوا الضغوط على خطوط الإمداد وكيف يمكن توفير بدائل، سواء ذات السلع الضرورية تكون متوفرة، وكذلك السلواء الغذائية أو السلع الصحية. وأيضا تم تحويل من خلال هذه الاجتماعات مناقشة تحويل بعض خطوط الإنتاج إلى إنتاج كمامات وغيرها، وهذا حدث في المملكة العربية السعودية وغيرها. وزراء العمل أيضا اجتمعوا أيضا مرة أخرى لتبادل الأفكار حول ما هي الأفضل الطرق للتعامل مع العمالة الأجنبية التي تشكل في الواقع معظم الإصابات. معظم الإصابات في مجلس التعاون هي مع الأسف في صفوف العمالة الأجنبية، حتى في المملكة العربية السعودية التي لا يشكل فيها غير المواطنين سوى نسبة قليلة، ومع ذلك معظم الإصابات هي بين غير المواطنين. فأعتقد أن كان هناك، والنقطة اللي أشار إليها الأستاذ أسامة كما يتعلق بكيفية التعامل مع العمالة الأجنبية، الآن أصبحت صحتهم والعناية بهم ضرورية للصحة العامة، وكذلك التعامل مع من انتهت عقودهم كيف يتم التعامل معهم. ومن حسن الحظ وأيضا كان هناك اجتماع لرؤساء هيئات الأسواق المالية. طبعا هذه الاجتماعات للوزراء ومن في حكمهم يتبعها اجتماعات فنية بشكل مستمر اللي تديرها الأمانة العامة، وتقريبا كلها اجتماعات افتراضية. من حسن الحظ لم نلاحظ نقص في المواد الغذائية، كان هناك في البداية نقص في بعض الإمدادات الطبية وتم التغلب عليها خلال وقت قصير. أعتقد أن هذا التعاون بين دول المجلس أدى إلى سهولة حل هذه الإشكاليات نسبيا. طبعا التعامل مع هذه الأزمة ما زال في درجة عالية من الصعوبة، لكن التعاون يقلل من صعوبة أو من تكلفة الحل لو تولت كل دولة على حد. نعم، بشكر حضرتك على هذه المعلومات المهمة. يعني هي نقول أن هناك تعاون، مسارين متوازيين، مسار جماعي ومسار فردي داخل كل دولة على حد. دكتورة ابتسام، قد يقول البعض أن كل الدول انتهجت آليات أمنية وإعلامية وسياسية واقتصادية، لكن أنا أبحث عن التمييز في داخل دول الخليج. دول الخليج من خلال متابعتي ضمن عملي في مركز دراسات كان بها أمر مهم جدا ميزها عن كافة دول العالم، فكرة العمل التطوعي. كان هناك إقبال غير مسبوق على عمل التطوعي. المبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين لاقت استجابة غير عادية، يمكن 12 ألف متطوع في الساعات الأولى. وكان هناك أيضا في المملكة العربية السعودية مبادرات، منها الممارس الصحي مستعد، وفي الإمارات مبادرات عديدة الحقيقة، كان أشهرها مدينتك تناديك. ونحن نتحدث عن التطوع ونتحدث عن المعنى العمل، المشاركة المدنية والشعبية في هذا الموضوع. يحضرني إن لم أكن مخطئا أن رسالتك للدكتوراه، وهي من الأطروحات المتميزة الحقيقة في جامعة القاهرة، كانت عن دولة الرفاة. ألا يعتبر هذه المشاركة الغير مسبوقة التطوعية تأسيس لملامح مرحلة جديدة في دولة الرفاة في دول الخليج العربي؟ نعم،
يعني نحن في ما يسمى في التطور، يعني دائما كان هناك يعني عن الدولة الريعية، كان اختبار للدولة الريعية، لأن الدولة الريعية خلقت منظومات ثقافية تمثلت في الـ يعني البعد بين أو تباعد ما بين المكافأة والعمل، وخلقت يعني من ضمن الأمراض الاجتماعية التواكل، الحقوق المواطنة هي أن تأخذ بدون أن تقدم. لا شك أن هذه الأزمة يعني كشفت من ضمن ما كشفت أن الناس أيضا تواجهوا مع بعضهم، أن العالم مغلق ودولهم مغلقة، وبالتالي هم لابد من الاعتماد على الناس. يعني خليني في المحور اللي أنت تكلمت عنه يا أشرف عن آليات المواجهة وإدارة الأزمة، أني أشير هنا لأن جميع دول الخليج صراحة نجحت في تغطيتها الإعلامية اليومية الخاصة بإدارة أزمة كورونا من خلال الإفادات الإعلامية الرسمية اليومية لحالات الإصابة، التعافي، الوفيات، إضافة طبعاً إلى إجراءات الحظر، إجراءات السلامة، التباعد الاجتماعي، مراحل الإغلاق أو الفتح الجزئي. أيضاً استطاعت وسائل الإعلام الرسمية تقليص خطر الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. أيضاً وسائل الإعلام والنخب الوطنية والمتطوعين وشركات الاتصالات الحكومية لعبت دوراً مسانداً قوياً لعمل الحكومات الخليجية في الاستجابة الجيدة للوباء، توعية المواطنين والمقيمين بإجراءات الوقاية والسلامة وضرورة التقيد بالتعليمات. يعني أنا يمكن مش على اطلاع دقيق بتجارب الدول الأخرى في مواجهة كورونا، لكن عندي اطلاع دقيق بتجربة الإمارات، واني ممكن يعني ألقي الضوء على كيف تعاملت الإمارات مع هذه الأزمة. أزمة كورونا شكلت فرصة لدولة الإمارات لتوظيف ما تتوافر عليه في مجال البنية التحتية الرقمية باتجاه مزيد من تطوير ورقمنة نظامها الصحي وكذلك نظامها التعليمي. الإمارات تجنبت في إدارة أزمة كورونا أي إشكالات تتعلق بخصوصية المواطنين والمقيمين على أراضيها. هي استخدمت أدوات تكنولوجية، تطبيقات على الهاتف للمصابين، مع الحرص على احترام الخصوصية والالتزام بالمعايير والبروتوكولات الدولية في هذا المجال. أيضاً الإمارات اتبعت أسلوب الحجر والحظر والإغلاق المرن. استخدمت أيضاً الإمارات التقنيات التكنولوجية والرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مجال التعقيم في المستشفيات، المطارات، في اختبارات المسح وتشخيص الحالات الصحية الكامنة، في التنبؤ بمدى انتشار أو سرعة انتشار الوباء، أيضاً في المساعدة داخل غرف العناية المركزة، المستشفيات، داخل المطارات للتعقيم والفحص الحراري للأفراد. أيضاً استخدمت الإمارات درونز في التعقيم، في مراقبة إجراءات التباعد الاجتماعي. يعني كنا أثناء الحظر يعني نجلس، إذا كنا جالسين بلكونة نشوف الدرونز أمام البيت عشان تتأكد أن الناس متواجدين في بيوتهم، ما في حد في الشوارع. هذه الإجراءات بالحقيقة خففت بعض الأعباء عن كاهل الكادر الطبي والتمريضي. أيضاً أسهمت في الحد من تفشي الوباء وفي مراقبة أماكن انتشاره. أيضاً من خلال التوسع في إرسال المساعدات الطبية لعشرات الدول على مستوى العالم، الإمارات تكون بذلك قد وظفت أزمة كورونا في تعزيز قوتها الناعمة ودبلوماسية المساعدات الإنسانية. أيضاً الإمارات على مستوى العالم تميزت أنها الأولى في عدد اختبارات المسح اللي أجرتها نسبة لعدد سكانها. هي حتى الآن أجرت اختبارات كورونا على نحو ثلث سكان
دولة الإمارات، وهذه نسبة كبيرة. أيضا الإمارات استخدمت العلاج بالخلايا الجذعية كعلاج مبتكر وواعد في التصدي لوباء كورونا. هذا العلاج يتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها إلى الرئتين من خلال استنشاق العلاج بواسطة رذاذ ناعم. وهذا العلاج في الحقيقة تم تطبيقه بفعالية على عشرات الحالات، لكن طبعاً مشكلته أنه علاج مكلف جداً ومن الصعب تسويقه بشكل تجاري. أريد أيضاً قبل أن أختم ألفت إلى تجربة البحرين، واللي في الحقيقة كانت مميزة في ماذا؟ في ظل الجائحة وأيضاً المشكلة الاقتصادية، الكثير استعجب كيف البحرين قدرت، وهي الدولة الاقتصاديات محدودة. البحرين كانت منذ زمن طويل تقتطع نسبة من الدخول، يعني أنا ما أعرف شو يسمونها البحرينيين ضريبة أو ما، لكن هذه النسبة في الحقيقة وفرت للبحرين وفرة مالية استطاعت أنها تواجه الجائحة بنجاح. أيضا ما بين البنى التحتية المميزة كانت البحرين مميزة في التعامل صحيا مع هذه الجائحة بالرغم من محدودية مواردها الاقتصادية. شكرا دكتورة على يعني هذه المعلومات المهمة حول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة. وحضرتك استبقت سؤالي للسيد أسامة العبسي، كنت ستحدث عن البحرين وتجربة البحرين. وقبل أن أوجه السؤال أود أن أنوه إلى أن سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس الأمناء كان له مقال ممتاز ومهم نشر قريبا في إحدى الدوريات في بروكسل، تناول بكل التفصيل تجربة مملكة البحرين منذ البداية وحتى الآن. السؤال للسيد أسامة العبسي، إذا ما أردنا تحديد كما أشارت الدكتورة ابتسام، يعني عادة في الأزمات الدول والمؤسسات الفكرية تنتظر إلى أن تنتهي تنقشع الأزمة ثم تقوم بالكتابة أو التقييم، لكن لاحظنا أنهم منذ البداية بعد بداية الأزمة بأسابيع بدأ اسم البحرين لامعا في يعني في المؤسسات الدولية. هناك 13 مبادرة على ما أتذكر تم الترويج لها أو تم قبولها في هيئة دولية ل يعني دراستها كتجربة. أيضا هناك الدبلوماسية البحرية الآن تقوم بعرض تجربة البحرين على المؤسسات وبعض السفارات في الخارج. أيضا لاحظنا أنه هناك إشادات حتى من منظمة الصحة العالمية بتجربة البحرين. إذا ما أردنا أن نقول أن هناك أن هذا النموذج الناجح في مواجهة الأزمة، كيف نفسره؟ ما هي العوامل أو المقومات التي يمكن من خلالها أن نفسر تميز تجربة البحرين على الرغم من أشار الدكتورة ابتسام بالنسبة لمحربية الموارد، ظروفها تتشابه مع دول الخليج الأخرى بالنسبة للتركيبة السكانية، أمور كثيرة جدا جدا، يمكن فكرة التحديات الأمنية الإقليمية أكثر يعني وضوحا بالنسبة للبحرين عن غيرها من دول الخليج الأخرى، وبالتالي كيف نفسر هذا النموذج البحريني إلى المستمعين ومتابعين اليوم؟ يعني أنا من خلال قربي لآليات إدارة الأزمة من بدايتها، إذا كنت راح أحسب أو أحاول أني أنا أبين جزئيتين أو ثلاثة اللي أعتقد أنهما من نقاط القوة في البحرين في هذا المجال. الشيء الأول اللي هذه هي القيادة. صاحب السمو ولي العهد أخذ على عاتقه القيادة المباشرة اليومية لخلية الأزمة من خلال تواجد. هذا أعطى أولاً الثقة للمواطن، إحساسه بأن رأس الهرم فيه. الشيء الثاني كان في قرارات في وقتها استغربت منها الناس. يعني إحنا تكلمنا عن قرارات اتخذت في فبراير وبداية مارس، وكنا في البحرين عندنا 15 حالة أو 20 حالة، وكانت الناس تسأل يعني وين السبب، ليش قرارات تجارية، ليش اقتصادية، ليش صحية.
فهذه نفعت هذا في الجانب. الجانب الثاني هو أدوات وآليات وضعت مسبقا لأمر آخر. أقدر أني أنا يعني أتوسع قليلا فيما تطرقت إليه الدكتورة ابتسام. على سبيل المثال البحرين وضعت نظاما للتأمين ضد التعطل. هذا التأمين ضد التعطل صار له أكثر من 10 سنوات، وهناك صندوق ضخم منفصل لاشتراكات التأمين ضد التعطل اللي يدفعها المواطن ويدفعها التاجر وتدفعها الدولة. حينما بدأت الأزمة وقبل أن تصل تداعيات الأزمة الاقتصادية إلى خسارة المواطن لوظيفته، تم التواصل من خلال الحكومة مع السلطة التشريعية مع مجلس النواب ووضع استثناء للقانون يسمح للدولة بدعم رواتب المواطنين على رأس الوظيفة لكي لا يستغني عنهم صاحب العمل بسبب جائحة كورونا باستخدام هذا الصندوق. فإذا وجود الصندوق، لولا وجود الصندوق والاشتراكات اللي فيه على مدى أكثر من 10 سنوات وتراكم مئات الملايين فيه، لما استطعنا أن ندعم رواتب كل مواطن بحريني يعمل في القطاع الخاص دعما مباشرا دون المساس بالميزانية اليومية والتشغيلية للدولة أو السحب من مثلا الاستثمارات الاستراتيجية. فوجود بعض الآليات سواء كانت آليات مالية أو آليات إدارية تعطينا القدرة. الشيء الثالث اللي اتخذته البحرين في رأيي على النطاق الصحي في التعامل مع الأزمة، أن إحنا سعينا مثل ما تفضلت الدكتورة ابتسام، إحنا سعينا إلى أن إحنا نصل إلى كل شخص ونسوي له الفحص. فكثير من الدول خارج منظومة الخليج، وأعتقد أن هذا الأمر مطبق في الخليج كله، كثير من الدول خارج منظومة الخليج كانت تنتظر إلى أن تظهر على الشخص الأعراض ثم تقوم بالمسح لتتأكد هو عنده كورونا ولا ما عنده. إحنا في دول الخليج والبحرين جزء منها سعينا إلى أن إحنا نقوم بفحص الشخص وافداً كان أو مواطناً في فحص عشوائي في مناطق في غيره، والبحرين وصلت إلى 500,000 عملية فحص من خلال 1.5 مليون تعداد السكان ودخلنا عليه، وبالتالي نرى هناك زيادة في أعداد الإصابات. ليش؟ لأن نحن نسعى لمعرفة أعداد الإصابات، نحن نذهب لمعرفتها، ولكن ولله الحمد الوفيات لا تشكل من الإصابة إلا 0.29 أو تقريباً 0.3%، ثلث من 1%. ليش؟ لأنك لما تعرف بالإصابة مسبقاً تدخلها في مرحلة في بروتوكول العلاج ولا تنتظر أن تطلع عليها الأعراض. فالأرقام تعكس المعرفة ولا تعكس الانتشار بالمعنى الانتشار الأعراض وانتشار المرض وانتشار نتائجه. فأعتقد ونحن متقاربين مع أخوتنا في دول الخليج في التوجه هذا. في دول بادرت قبل دول، وذلك بسبب الحجم، يعني قد تكون البحرين بدأت بالفحص العشوائي قبل آخرين لأن إحنا حجمنا أصغر، الوصول الجغرافي أسرع، والتعداد طبعا أقل من أخوتنا في دول مجلس التعاون. ولكن مثل ما إحنا عندنا هذا الاشتراك عندنا كذلك نفس التحديات. تكلم أخي الدكتور عبد العزيز عن تأثر خطوط الإمداد. أحد أكبر المشاكل كانت في موضوع خطوط الإمداد هي الأجهزة الصحية والأدوية، واكتشفنا أمر جميل، أطلقت مبادرة لتصميم وتجهيز وتصنيع الأجهزة التنفس في على المستوى المحلي. وسبحان الله من الأمور اللي لقيتها جميلة جداً، مهندسين حلبة البحرين الدولية، حلبة الفورمولا 1، صمموا وأنتجوا جهاز بمعايير طبية دولية للتنفس. اكتشفنا في هذه الجائحة، وهذا اللي راح أختم فيه، أن لدينا قدرة resilience، لدينا قدرة على التعامل لم نكن نعلم بوجودها في أمور كثيرة، سواء مثل ما تفضل دكتور أشرف في موضوع التطوعي
أو في موضوع استخدام أدوات الدولة ما كانت وضعتها أصلاً ولكن وجدت مثل صندوق التأمين ضد التعطل، أو وجود خامات فنية أو خامات ما كنت أتوقع أن مهندسين في حلبة البحرين الدولية في حلبة سباقات أن يكون لديهم القدرة على تصميم أمر. فأعتقد أن فيما بعد يجب أن لا ننسى هذه القدرات ونعمل على تطويرها، لأن اكتشفنا فعلاً أن لدينا قدرات جيدة قد لا نكون انتبهنا لها في السابق. نعم نعم، أتفق مع حضرتك. يعني جائحة كورونا كانت كاشفة للقدرات وليست منشئة هذه القدرات، وكلام حضرتك يتكامل مع الضيوف الأعزاء إنه الأليات إن اختلفت تكتيكاتها وتوقيتاتها ولكنها في النهاية متشابهة في دول الخليج. ونخلص من هذا المحور المهم إلى المحور الأخير والأهم برأيي الحقيقة، كيف يمكن استثمار هذا النجاح الخليجي في مواجهة تلك الجائحة؟ اليوم نتحدث عن مواجهة كورونا إلى التكيف معها. الخطاب الرسمي الخليجي يتحدث عن التخطيط الاستراتيجي ما بعد كورونا، ونحن اليوم في مرحلة فاصلة ما بين المواجهة والتطلع نحو المستقبل. بدأت تظهر حتى بعض الدعوات، يمكن في مملكة البحرين دعوات نيابية لإطلاق منتدى وطني لوضع استراتيجية متكاملة فيما بعد الأزمة، وكان هناك أيضا خطاب في المستقبل في الإمارات في الحكومة المستقبل. وهذا التحدي الذي خلق الاستجابة، نبدأ مرة أخرى أيضا من العام إلى الخاص. عندما نتحدث عن مجلس التعاون الخليجي دكتور عبد العزيز، مجلس التعاون بالفعل لديه مركز لإدارة حالات الطوارئ، كيف تنعكس جائحة كورونا على عمل هذا المركز؟ هل هناك مقترحات أو توجهات خليجية جماعية لتطوير آليات أو استحداث آليات جديدة بشأن إدارة الأزمات والكوارث تأخذ في اعتبارها ما ترتب على جائحة كورونا باعتبارها جائحة نوعية غير مسبوقة؟ وهل هناك بالفعل سؤال آخر، تنسيق بين دول المجلس بشأن توثيق تجارب دول الخليج، وأن هذا التوثيق يصدر عن طريق الأمانة العامة في مجلد أو يعني كتاب يقدم للعالم أن يعكس ملامح التجربة الخليجية في مواجهة جائحة كورونا؟ تفضل حضرتك. هو بالمناسبة صدر تقرير في نهاية شهر مايو، وفي تقارير مفصل يعني من المركز الإحصائي في الموجود في مسقط يوثق عدد من النقاط اللي أنا تحدثت عنها، وأيضا الأشياء أخرى بالتفصيل بما فيها الحزم التحفيز والبرامج المالية التي تبنتها كل دول المجلس كل منها على حد. أنا أعتقد أن السؤال مهم جدا عن الدروس المستفادة، وقبل ما أتكلم عنها بس حبيت يعني أوضح شيء يعني لي أنا شخصيا، أن أنا والأمانة العامة ومجلس التعاون الواقع نعتز بالإسهامات اللي قدمتها الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجميع دول المجلس. فائدة مجلس التعاون أن أداة ووسيلة لمشاركة دول المجلس في أي تجربة ناجحة. الإمارات العربية المتحدة هذا العام هي التي تتولى رئاسة مجلس التعاون، وهي اللي كانت في الواقع مع الأمين العام كانت في مكان القيادة لجميع الجهود اللي ذكرتها. مملكة البحرين هي الرئاسة القادمة، ولهذا هي تعتبر جزء من ما نسميه في مجلس التعاون الترويكا، اللي هو الرئاسة الحالية والرئاسة القادمة والأمانة العامة. فالدولتين زائد الأمانة العامة يتشاورون باستمرار، وأي إنجاز يتم في هاتين الدولتين يتم إبلاغه لبقية الدول للاستفادة منه، وأيضا بالعكس. أنا أعتقد في عدد من الدروس المستفادة اللي أوريدي صارت فيه عليها نقاش في الاجتماعات اللي ذكرتها والنقاشات داخل الأمانة العام. لدينا اجتماع يوم الخميس إن شاء الله، اجتماع مطول مع الاتحاد الأوروبي لاستعراض ما قامت به كل منظومة في مكافحة أو مواجهة هذا الوباء، سواء من الناحية الصحية أو من الناحية المالية. أعتقد أهم خرجنا به من هذه الأزمة هو أهمية التعاون والتنسيق. لم يعد ترفا ولم يعد شيء ممكن أن يسير على وتيرة بطيئة، بل شيء يجب أن يتم بشكل كامل وبشكل سريع. الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه في أول قمة حضرها بعد ما تولى الملك في المملكة العربية السعودية
في ديسمبر 2015 عقدت القمة في الرياض، وقدم ما نسميه في إطار مجلس التعاون رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز لمجلس التعاون. مبني هذه الرؤية المبنية، وبالمناسبة تم تبنيها بالإجماع من قبل المجلس في ديسمبر 2015. الرؤية قائمة على مبدأ أن ما تم حتى الآن في إطار مجلس التعاون ليس كافيا، وإن إذا دول مجلس التعاون ليست مستعدة للدخول في مشروع الاتحاد الذي طرح الملك عبد الله بن عبد العزيز، فإن الخطوة التي هي أضعف الإيمان هي ما طرحها خادم الحرم. ففي عنصرين في هذه الرؤية يعني تنطبق تماما على الوضع الحالي. أحد العناصر في الرؤية التي تم تبنيها في الواقع هي إنشاء مركز لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية على غرار CDC الموجود في الولايات المتحدة. والبند الثاني كان يتعلق بالعمل التطوعي. فيما يتعلق بإنشاء مركز لمكافحة مركز خليجي، يعني السعودية عندها مركز وطني لمكافحة الأمراض، لكن إيجاد مركز خليجي مع الأسف الوتيرة في إنشاء بطيئة، وفي إطار مجلس التعاون مع الأسف أي إنشاء أي مركز جديد معناه يتطلب اعتمادات مالية، معناه يتطلب اتخاذ قرارات من العديد من اللجان، فلم يتم إنشاءها حتى الآن. لكن تم الاتفاق في عام 2017 على خطوات تسد محله، وهو أن يقوم مركز الوطني لمكافحة الأمراض المعدية في السعودية يعمل كمركز خليجي، وكان له دور كبير في هذه الأزمة في التواصل بين الأجهزة المختصة المماثلة في دول المجلس. فيما يتعلق بالعمل التطوعي أشرت له اللي قام في اللي تم في عدد من دول المجلس، بعد مبادرة الملك سلمان اجتمع وزراء الشؤون الاجتماعية مقرهم أيضا في البحرين، مقر أمانة وزراء التنمية الاجتماعية أو الشؤون الاجتماعية الأسماء مختلفة، اجتمعوا واتفقوا على إطار للعمل التطوعي وعلى وجه الخصوص في المجال الصحي. هذه الآليات التي تم الاتفاق عليها تم تفعيلها بشكل كبير في كل دول المجلس تقريبا، لم يكن كلها. المملكة العربية السعودية أعلنت في الشهر الأول من الجائحة عن تطوع 500 ألف مواطن ومقيم في الجهود الصحية لمكافحة مرض المكافحة الوباء، هذا في الشهر الأول فقط. كان العائق الوحيد هو عدم وجود إمكانيات لتدريب أعداد أكبر، فاكتفت بنصف مليون الذين تم الإعلان عنهم، وهم يعملون اليوم في مراكز التطعيم، في التفتيش على مراكز العمالة وغيرها. فهذا أعتقد أن الدرس الأول هو أهمية أن التعاون والتنسيق ليس ترفاً بل ضرورة. وأعتقد أن فيما كان التواصل بين دول المجلس قوياً، كان التواصل بين دول المجلس والدول والجهات المعادية في الواقع كان محدود، ولم يكن لم نتوصل إلى إمكانية التواصل عن طريق منظمة الصحة العالمية إلى بعد وقت، وحتى هذه الأدوات ضعيفة. فأعتقد الدرس الثاني أن بصرف النظر عن الظروف السياسية التي القائمة بيننا وبين بعض دول الجوار أو مثلا الميليشيات الحوثية التي تسيطر على جزء كبير من اليمن، أن يجب أن تكون هناك قنوات يمكن الاعتماد عليها للتواصل معهم عن طريق المنظمات الدولية. أعتقد هذا درس مهم، لأن تأخرنا كثيرا في التعامل مع خطر انتشار الوباء من إيران، وكذلك الآن إلى الآن لم نصل إلى حل كافي للتعامل مع إمكانية انتشار الأمراض من المناطق في اليمن، المناطق الحوثية إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة. التعليم عن بعد، أعتقد فوجئت دول المجلس في والعالم كله طبعا فوجئ بضرورة التحول إلى التعليم عن بعد، واكتشفنا أعتقد إن لم نكن مستعدين بما فيه الكفاية، وأن سواء الجامعات أو المدارس يجب أن تعمل خلال الأشهر القادمة على توفير التعليم عن بعد كرديف للتعليم العادي، إن حتى لو عدنا للمدارس حتى تكون الأدوات جاهزة، يكون تعليم مستمر 24 ساعة
أعتقد هذا الدرس مهم للمملكة العربية السعودية. طبعاً مساحة واسعة جداً، فتغطية البرودباند، تغطية الإنترنت التي تتطلبها العملية التعليمية تطلب سعة عالية، لم تكن موجودة في كل مكان. الآن يجري العمل على توفيرها. أعتقد أيضاً اكتشفنا أننا كنا نعتمد على خطوط إمداد قد لا تكون موثوقة 100%، وأن يجب علينا جميعاً أن نعمل redundancies، يعني يكون في لا نعتمد على مورد واحد سواء في المجال الصحي أو في المجال الغذائي، مجالات الاستراتيجية. أعتقد نقطة مهمة أن اعتمدنا على القطاع الخاص لمعالجة أوضاع العمال الأجانب وإقامتهم وسكنهم وصحتهم. صحيح في تأمين صحي مفروض عليهم، لكن اعتمدت الدول على دول مجلس يعني على القطاع الخاص. أعتقد أحد الدروس أن الاهتمام بهذا الموضوع يجب أن يكون أيضاً من ضمن صلب اهتمامات الأجهزة الصحة العامة في الدول، وعدم ترك للقطاع الخاص. أعتقد التجارة الرقمية يمكن هي أكبر مستفيد من هذه الجائحة، ومع ذلك أعتقد أنه ما زال في مجال لتعزيز الأدوات القانونية، الأدوات الفنية التي تجعل من هذا من التجارة الرقمية بديل حقيقي. صحيح، وأعتقد أن تحقق خلال الأشهر الثلاثة الماضية يمكن أكثر ما تحقق خلال 5-6 سنوات، لكن ما زال هناك مجال لتحسين هذا المجال. أعتقد نقطة مهمة كانت الحقيقة، يعني بعض الزملاء وبعض المراقبين استغربوا ورودها في بيان القمة الخليجية في ديسمبر 2015 عفواً 2019 في 10 ديسمبر، كان مقترح من دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أن نعرف كثيراً عن هذه الجائحة، وهي تطوير الخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي وكذلك القطاع الخاص، بس كان التركيز على تقديم الخدمات الحكومية عن طريق تعزيز قدرات الفنية والذكاء الاصطناعي. أعتقد الدرس اللي استخلصناه من هذا إن كثير من الخدمات الحكومية من الممكن ومن الواجب ومن المستحسن ومن المفيد اقتصادياً ومن ناحية توفير الوقت أن تتم عن بعد، بما فيها استلام الوثائق وغيره. الآن بدأت في بعض دول المجلس أعتقد أن في توسع باستمرار بشكل يومي تقريبا تقديم بعض الوثائق الحكومية عن بعد، مثل الرخص مثل غير الجوازات السفر. قد نستغني كثيرا عن زيارة الدوائر الحكومية إذا تم التوسع فيها. من أعتقد هذه الدروس التي استفدناها من هذه الجائحة من باب رب ضارة النافعة، وكنا ما نتمنى أنها صارت، لكنها استطاعت أعتقد دول المجلس بالديناميكية اللي عندها وبقدراتها المالية أيضا وبقدراتها الفنية للمواطنين والمقيمين الموجودين على أراضيها، استطاعت أن تستخلص عدد من الدروس. التحدي الآن أن نستمر فيها حتى بعد زوال كورونا، بحيث أن جميع هذه الدروس الثمانية اللي أنا ذكرتها أن فعلا نستفيد منها ولا نضعها على الرف بعد زوال هذا الخط. شكرا لهذه المعلومات المتكاملة والشاملة. وده يأخذنا لرأي الدكتورة ابتسام عن أيضا الدروس المستفادة، وحضرتك على رأس مؤسسة بحثية مرموقة، كيف تسهم مراكز التفكير الاستراتيجي في صياغة أو في بلورة هذه الدروس، أو نقول بمعنى أدق الأولويات الاستراتيجية المطلوبة ما بعد جائحة كورونا؟ إذا كان من الدروس المستفادة وما هي الأولويات المستقبلية يا أشرف، أن أهمية وجود مراكز التفكير في مثل هذه الكوارث والأزمات، يجب التفكير بشكل علمي. أعتقد أن أزمة كورونا سلطت الضوء بشكل قوي جداً على تحديات الأمن الصحي والتهديد البيولوجي على الأمن الوطني للدول وللمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وظهر أن من أهم مصادر قوة الدول أن تتوافر على نظام صحي قوي ومتطور ومرن وشامل قادر على التعامل بحرفية مع الأوبئة والكوارث والأزمات الصحية. يعني أثرت قيمة رأس المال البشري سواء كان في الصحة أو
في التعليم أيضا. امتلاك الدول للعلم والتكنولوجيا هو ميدان المنافسة الحقيقية. الأزمة أيضا سلطت الأضواء على الحوكمة، على الإدارة الناجحة للدول، على أهمية الشفافية وما يعنيه ذلك من ضرورة أن تطور الدول إمكاناتها في إدارة الأزمات وتطوير أنظمة الطوارئ والكوارث، وهذا ليس قاصرا فقط على دول الخليج ولكن على دول العالم. من الدروس المستفادة أهمية الاستثمار في التعليم وفي التكنولوجيا وإلى المزيد من الاهتمام للاستثمار في تخصصات الطب، التمريض، علم الفيروسات والأوبئة والتكنولوجيا الطبية وتطوير المستشفيات وغرف العناية المركزة والخدمات اللوجستية. هذا طبعا بالتأكيد يستدعي تطوير المنظومة التعليمية وإعادة تقييم الحاجات المستقبلية لدولنا، الاستعداد للمستقبل وتحدياته ومزيد من تحديث مدى المواءمة بين التخصصات الأكاديمية وحاجات سوق حاجات السوق وتحديات المستقبل. من المهم جدا لدول الخليج أن تطور استراتيجياتها للأمن الغذائي والدوائي والصحي بشكل عام. من الضروري أيضا أن تطور دول الخليج إمكاناتها في مجال التعلم عن بعد والعمل عن بعد وتطوير القوانين والتشريعات والأحكام المتعلقة بذلك. خبرنا أهمية وجود التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وفي مجال الرقمنة عندما أصبح الجميع مضطر أن يعمل من بيته. آتي لمحور العمالة الأجنبية. من خلال تقليل الطلب على العمالة الأجنبية ستؤدي التداعيات الاقتصادية العالمية من كوفيد 19 مع مرور الوقت إلى تغيير التكوين الديموغرافي لدول مجلس التعاون الخليج، والأزمة فرصة لتنفيذ مشاريع التوطين والتخفيف من العمالة السائبة وغير الشرعية وغير الماهرة، وصولاً طبعاً للقضاء عليها والقضاء على ظاهرة تجارة التأشيرات. لكن في المقابل أيضاً يجب أن نحتار أن الخسارة الحادة للعمالة الأجنبية ورأس المال المهني والفكري ستعيق في نهاية المطاف قدرة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على تنمية وتنويع اقتصاداتها المعتمدة على الطاقة، وبالتالي إطالة الإطار الزمني لبرامج الإصلاح الاقتصادي. الإشكالية تكمن في أن خطط الإصلاح الاقتصادية الخليجية تقوم على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وهذه الخطط في الحقيقة لا تعمل بكفاءة إلا بوجود أعداد أكبر من المقيمين والوافدين، بحيث أنه يتزايد معهم معدل السلاك، إشغال العقارات، المدارس، السفر، الطيران، مرافق الترفيه. لذلك يجب أن تكون هناك خطط متوازية وذكية للتعامل مع هذه التحديات بحكمة وعلمية. نعم محتاجين الآن، وكنا ننادي من زمان بترشيد استقدام العمالة، اختيار العمالة ذات الكفاءة العالية. أعتقد أن إحنا إذا ما تعلمنا هذا الدرس الآن فسيفوت الأوان عليه. أيضا مسألة أخرى، أن التقنيات المتقدمة اللي وفرها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التطبيقي يمكن أنها تساعد في التخفيف من آثار الأوبئة في المستقبل. أيضا الأزمة أظهرت في الحقيقة الدكتور عبد العزيز أشار لي القطاع الخاص، لكن الأزمة هذه أظهرت هشاشة القطاع الخاص في دول الخليج واعتماد الكبير على الدعم الحكومي وخطط الإنقاذ والتحفيز الحكومي، وبالتالي لازم أن نعد الخطط لتقوية هذا القطاع. الكورونا أضرت بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي لابد من اتخاذ التدابير لإعادة تأهيل وتنشيط وتحفيز هذا القطاع الحيوي لما له من أهمية
في رفض الاقتصادات الوطنية وتشجيع المبادرة والابتكار والاستثمار. الأزمة أظهرت ضعف في قطاعات الطب والدعم النفسي والتأهيل التربوي والاجتماعي. يعني أنا أقول هذه كورونا كانت أزمة مركبة ومضاعفة، لأن ما كانت فقط صحية، كانت صحية واقتصادية واجتماعية ونفسية وأيضا سياسية. الأزمة في كل دول العالم، منها دول الخليج في الحقيقة، زادت من حالات الاكتئاب، العزلة، الضجر، كلنا مرينا الخوف من الأمراض لدى عدد كبير من الناس، سواء كانوا كبارا أو صغارا، بالذات أولئك الذين يعانون من مشاكل الوسواس القهري وفوبيا الجراثيم. وبالتالي هذا كله يتطلب مزيد من الاستثمار في إنشاء عيادات، مستشفيات، مرافق متطورة لتطوير قطاعات مؤهلة من أي الاستجابة باحتراف وكفاءة نوعية وكمية لمثل لهذه المجالات. دول الخليج دول غنية، وأزمة كورونا تتطلب منها الاستثمار في استحداث مرافق وأماكن آمنة للأطفال. الأطفال انحجزوا مساكين لأن ممنوع عليهم يروحون أي مكان، والحر قدم والصيف قدم، فكانت مشاكل مضاعفة للأهل وللأطفال، كانوا أكثر المتضررين من أزمة كورونا. وهذا طبعا درس لدول الخليج أنها توجب مزيد من الاستثمارات نحو بناء أماكن التسلية والترفيه الآمنة للأطفال، أن تطور حضانات ومرافق مدرسية تأخذ في اعتبارها هذا الجانب في البناء، في التصميم، في الخدمات، في الموارد. أيضا على الجامعات ومراكز البحث والتفكير ومركزي منهم أن نعيد توجيه بعض أولوياتها باتجاه العمل على الإسهام في تطوير استراتيجيات وسياسات حكومية تستجيب لما عرضت القرار، ودعم صناع القرار بالتوصيات والاستشارات التي تدفع باتجاه توجيه الموارد المادية والبشرية نحو عهد جديد، وهو زمن ما بعد كورونا. الزمن ما قبل كورونا غير زمن ما بعد كورونا، سواء كان في السياسات الداخلية، الصحية، التعليمية، الاجتماعية، الأمنية، أو على مستوى أيضاً العلاقات الدولية والسياسة الخارجية ومصادر تعزيز القوة الشاب. تصور هذا كلام مهم يا دكتورة، يتكامل مع ما ذكره الدكتور عبد العزيز، أنه سنكون بإزاء اتخاذ أو دراسة استراتيجيات، ربما يكون بدور المراكز البحثية دور في هذا الموضوع. وعلى ذكر الدروس المستفادة، السيد أسامة العبسي، وذكرت أسس نجاح ومقاومات النموذج البحريني في مواجهة الأزمة، ما هي الدروس المستفادة التي يمكن حتى أن تقدمها مملكة البحرين لبعض الجهات الأخرى في تعاملها مع هذه الأزمة وأزمات المناسبة؟ تفضل. شكرا دكتور أشرف. من المميزات ومحاسن أن يكون الشخص آخر المتكلمين، بالذات لما يسبق قامات من مقام الدكتور ابتسام والدكتور عبد العزيز، انه يستفيد كثيرا من الكلام اللي قيل فيبني على اساسه. الفكره الله يسلمك، الان ممكن ببساطه ان نتكلم احنا عملنا ايش وايش راح نسوي، لكن اعتقد ان اذا كنت سانهي على نغمه، سانهي على نغمه التحذير وليست الهاي، إن في دروس استفدنا منها فعلا، ولكن يجب أن لا نقف عند نجاحاتنا، يجب أن ننتبه لما سيأتي من الأيام. اللي تفضلت من الدكتورة ابتسام ما قبل كورونا صحيح ليس كما بعد كورونا، ولكن كيف هو ليس كما بعد؟ أمشي على ثلاث محاور، في المحور الاقتصادي وهو المحور الأساسي، ثم هناك المحور الديمغرافي والمحور الاجتماعي. المحور الاقتصادي على الجانب العام، وكلام قالت الدكتورة من البداية وأعادت كررتها، قالتها في أول مداخلة وفي المداخلة الثالثة، أن التنويع الاقتصادي والخروج من الصناعات التقليدية سواء كانت نفطية أو صناعات ثقيلة أدى إلى اعتماد بعض الاقتصاديات الخليجية ومنها الإمارات ومنها البحرين على القطاعات الخدمية. القطاعات الخدمية هذه أول المتأثرين بأي تحرك فجائي غير محسوب. رأينا هذا التأثر في
غزو الكويت، والتأثر أول شيء يصير هو القطاع الاقتصادي يتأثر. رأينا هذا في الأزمات الاقتصادية في عام 2014 مع نزول أسعار النفط، ورأيناها في جائحة كورونا. السؤال، هل جميع دول الخليج تملك أن تكون ذات تركيبة اقتصادية متوازنة تحميها من الأزمات؟ هل تملك دولة مثل البحرين أن يكون لها تنويع اقتصادي، تنتج كل ما تحتاج وتزرع كل ما تحتاج وعندها قطاع سياحي وعندها قطاع خدمات؟ لا نستطيع ذلك. هناك دول مثل المملكة العربية السعودية لديها الكريتيكال ماس، الحجم الذي يسمح لها أن تكون كذلك. دولة الإمارات ممكن أن تكون كذلك، ولكن دولة مثل البحرين تحتاج أن تكون جزء من منظومة. ونعود على ما قاله الدكتور عبد العزيز، التكامل لا يكفي. ونتكلم عن اتحاد والدعوة إلى الاتحاد، تدعو إلى الاتحاد الاقتصادي في البداية، هذا اللي راح نحتاجه بداية، أن نكون عندنا القدرة وهي موجودة بإذن الله، أن نقول أنا أعتمد على المملكة العربية السعودية، هي تنتج هذا الدواء وأنا عمره ما راح ينقص عليه، ودولة الإمارات تنتج هذا المنتج فعمره ما راح ينقص عليه. فالسبلاي تشينز وخطوط الإمداد اللي ذكرها الدكتور عبد العزيز جزاه الله خير، فعلا يجب أن تقوى من داخل المنظومة الخليجية، لأننا لا يمكن أن نعتمد على الخارج في هذا المجال. ومن الوضع الاقتصادي العام إلى الوضع الاقتصادي الخاص المتعلق بسوق العمل، اللي رأيناه وتفضل بمثلا الدكتور عبد العزيز عن طريق عن كلام التعليم عن بعد، كذلك الدكتور ابتسام وغيرها، لما ندخل على عملية التعليم عن بعد والعمل عن بعد، جربنا أمورا لم نكن نعتقد أنها ممكنة، أجبرتنا الأزمة أن نجربها، وأجبرتنا الأزمة أن نكون ناجحين فيها. الهيئة اللي أنا أتشرف برئاستها صار لها الآن 3 شهور تعمل بطاقة 72% من المنزل، 28% فقط يأتون على رأس العمل في هيئة كبيرة. الإشكالية وين تأتي؟ هل إحنا نتحكم في سوق العمل فيما بعد كورونا؟ يعني إيش؟ يعني إذا أنا مؤسسة أستطيع الآن أن يكون عندي موظفين وافدي أجانب وليس وافدين، هو في بلده ويعمل عن بعد، اللي بيعمل عن بعد في بيته بيعمل عن بعد في بلده، وبالتالي القدرة على السيطرة على سوق العمل تحتاج شيء جديد. سؤال، هل نستطيع إيقاف هذا؟ لن نستطيع إيقافه. بدأت أمريكا في الكول سنترز والتكنيكال سبورت لقطاع تقنية المعلومات من 20 سنة، وكانت صدرت هذه الفانكشنز، يعني صدرتها إلى الهند. اليوم احنا عندنا أكثر من ذلك، كل شيء ممكن يكون عن طريق العمل عن بعد، وبالتالي المنافسة للعمالة الوطنية لن تكون منافسة داخل الإقليم الجغرافي. سيأتي الزمان بيّن لنا أن هذا الأمر جاهز. فإذا سؤالنا، محاولة وقفها لن نستطيع إيقاف التكنولوجيا ولن نستطيع إيقاف التقدم. إذا محاولة أن نعلم أبناءنا أن يكونوا هم منافسين في هذا السوق، فليكن هو مقيم في البحرين ويعمل في عن بعد في أي مكان آخر في العالم، لأن هذا ما سوف يتوجه إليه العالم في هذه المرحلة. الشيء الثاني فيما يتعلق بسوق العمل، وأنا يعني لا أريد أن أطيل، كثيرا من الدول قامت بإجراءات لدعم الاقتصاد، دعم المؤسسات ودعم العمالة المواطنة، ولكن السؤال، هذا الدعم بيّن لنا أولاً أن هناك نظرية اقتصادية أو بزنس أبروتش اللي هو هش، يعني نعلم أن الجائحة أثرت على الكل، ولكن أن تتأثر قطاعات اقتصادية بعد إغلاق مدة 2 أسبوع أو 3 أسابيع أو شهر، هذا معناته أن المؤسسات هذه في البداية تحتاج أن تفكر هل هي تملك مقومات الاستمرارية؟ يعني أنا أفهم أن تتأثر المؤسسات بعد 6 أشهر، ولكن أن تتأثر بعد 2 أسبوع أو بعد شهر، هذه معناها أن احنا نحتاج أن نعيد النظر في توجيه الاقتصاد وليس الاقتصاد الموجه. يعني أنا من دعاة الاقتصاد الحر 100%،
ولكن يجب أن نساعد الاقتصاد أن يتجه إلى المجالات أو النطاقات التي لا تكون الاعتمادية فيها على الديلي بيزنس إلى هذه الدرجة. آخر شيء هو اعتماد أو إحساس المواطن، وهذا أمر لا يجب أن نتكلم فيه. المؤسسات الخاصة التي عانت وهي توظف مواطنين راح تعطي إحساس للمواطن بأن العمل في القطاع الخاص هش، العمل في القطاع الخاص تشوبه يعني إمكان أن يتأثر ويفقد وظيفته، وسنعود إلى نظرية الاتجاه إلى العمل في القطاع العام بالنسبة للمواطنين والدفع في هذا الاتجاه. يعني بعدما عملت دول الخليج كلها بصورة جميلة جداً على مدى 10 سنوات الماضية في دفع المواطنين للعمل في القطاع الخاص، يجب أن نتخوف من أن هذه الجائحة وتأثيرها على القطاع الخاص سوف يجعل رغبة المواطن في العودة إلى القطاع العام كما كانت في التسعينات مثلاً من القرن الماضي. هذا أهم ما عندي بصورة سريعة جداً. الدرس الديموغرافي ووجود العمالة الوافدة هو أمر لن يتغير، يجب إعادة النظر فيه نعم، ويجب دراسته نعم، ولكن لا نتوقع تغير تركيبتنا الاقتصادية فوراً في هذا الأمر. ويجب أن مثل ما قال الدكتور عبد العزيز جزاه الله خير، احنا اعتمدنا على القطاع الخاص أن يقوم ب يعني بواجباته تجاه العمالة الوافدة، ولكن أظهرت لنا الجائحة أن هناك يجب أن يكون مزيدا من التدخل من الدولة لضمان أن تكون التركيبة السكانية تركيبة مؤمنة. في جملة قلتها دكتور عبد العزيز جزاك الله خير وتلخص هذا الموضوع، اتضح للناس أن صحة الوافدين ضرورية للصحة العامة. أنا كتبت اللي أنت قلت أنا وايد أثر فيني. كان يجب أن تكون صحة الوافدين مهمة قبل أن تؤثر على الصحة العامة. صحتهم مهمة نقطة، لما ننتظر أن تكون صحتهم تؤثر على صحتنا وبالتالي الآن نسعى إلى صحتهم كنا بلغنا مرحلة المشكلة مرحلة. فكان يجب أن نرجع إلى ونشوف سكنهم ونشوف صحتهم ونشوف بيئتهم لئلا نضطر إلى المعالجة في مرحلة الأزمات. آخر شيء هو الدرس الاجتماعي، وهذا تخوف عندي أنا شخصي من بداية الأزمة، أن لا يصبح العامل الوافد شماعة نلقي عليها الانتشار مرض أو ضعف اقتصادي أو غيره. هو لم يقتحم حدودنا، هو دخل بمزاجنا وبطلب منا. اليوم إذا احنا بنعيد دراسة هذا الوضع، هذا حق سيادي للدول، ولكن في هذه المرحلة يجب أن تعمل الدول على محاربة الزينوفوبيا لئلا يكون هذا شماعة لأن احنا نرمي عليها نقص في التخطيط أو نقص في الموارد أو نقص كذا، لأننا بحسب المعطيات الحالية وللعشر سنوات القادمة على الأقل سوف لن نستغني. يجب أن نقنن ويجب أن تكون لنا وقفة لإعادة النظر في طبيعتها وعملها وغيرها والقيمة المضافة اللي تعطينا إياها، ولكن ما يزرع في النفس الجمعية للمواطن زين لشعوبنا بإحساس الزينوفوبيا هذه يجب أن نحاول كدول أن نبتعد عنه وأن نحاربه، لأن لن يتغير الوضع الاقتصادي في المستقبل المتوسط وسنستمر في الحاجة لهم، ولكن سوف يكون هناك مشاحنات مجتمعية ما لم نحارب إحساس الزينوفوبيا. شكرا دكتور. شكرا على هذه المداخلة المهمة. حقيقة أن ملامح النقاش سرية ومتنوعة للغاية، واتضحت من ثلاثة أمور أجملها. الدول الخليج اتعاملت مع الجائحة على قدر المسؤولية من خلال استراتيجيات متنوعة. 2، تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار الأنشطة الاقتصادية المعتادة. وأخيرا، وجود توجهات لصياغة مسارات مستقبلية لما بعد كورونا، وهذا هو الدرس الأهم للتعلم من هذه الأزمة. أنا الحقيقة عندي يعني إضافة على وأنا اليوم وسط هذه القامات، حقيقة أنا سعيد بهذه الحلقة. عندي إضافة أنه
في هناك بعد مهم جدا يعني استخلصه من كلام حضراتكم، هو البعد الانساني في اداره دول الخليج لازمه كورونا. كافه الاجراءات شملت المواطنين والمقيمين معا. اذا الدرس الذي يعني انا بالنسبه لي كباحث، كيف يمكن استثمار هذا مستقبلا بالنسبه لدول الخليج في سياق تعاملها مع المنظمات الدوليه الحقوقيه التي ما تزال تضع دول الخليج في بعض الامور التي غير صحيحه، وبالتالي هذا موضوع يمكن استثماره من خلال كل دولة خليجية على حدة أو من خلال مجلس التعاون، هو البعد الإنساني في إدارة دول الخليج لأزمة كورونا. حقيقة أول الحديث يطول والحديث شيق، وكل ما طرحتموه كلام يعني الحقيقة مهم جدا، ويعني هذه وجبة بحثية دسمة لكل مراكز البحوث للعمل على مدى أشهر قادمة. يعني الآن لدينا ننتقل إلى الجزء الخاص بالمشاركات والأسئلة. وقبل أن أفتح باب الحوار أو النقاش، أود من ضيوفنا الأعزاء أنه تحديد الاسم والجهة التي ينتمي إليها المتصل، وأيضا تحديد المشاركة عما إذا كانت سؤال أو تعليق، وبرجاء أن لا تتجاوز دقيقتين على الأكثر حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد، لأننا لدينا اليوم يمكن أعداد زملائي أخبروني تجاوزت 70، معنا 70 مشاركة اليوم، فنريد أن نأخذ أكبر عدد ممكن، وبالتالي نريد الاختصار في تقديم الأسئلة والتعليقات. قبل أن أتلقى يعني اتصالات هاتفية، لدي سؤالان مكتوبان. السؤال الأول من زميلي الدكتور عمر عبيتلي من دراسات، موجه للأستاذ أسامة. كيف أثرت الأزمة على أنشطة العصابات الدولية التي تدير الإتجار بالبشر؟ هل تراجعت أنشطتها أم تغير نمط عملها؟ موضوع الاتجار بالبشر، وعلى عجالة نعرف أن الوقت ضيق، الاتجار تعريفه الدولي بحسب بروتوكول باليرمو هو استغلال شخص ما أو إساءة استغلال شخص ما لأي شيء، وطبعا الاستغلال يزيد في أوضاع الأزمات. فاليوم العصابات الدولية بسبب إقفال المطارات والتنقلات الدولية، ولله الحمد ما في استغلال على وضع الجريمة بصفتها جريمة عابرة للحدود، ولكن بتلاقي إمكانية وجود الاستغلال من الداخل، لأن تخلق vulnerabilities، تخلق عمليات ضعف في المجتمع، وبالتالي يمكن للنفوس المريضة أن تستغل هذا الجسم. لله الحمد ما شاهدنا ظواهر كثيرة إلى الآن من عملية الاستغلال، لأن مثل ما قلت طبيعة الاتجار بالأشخاص هي عابرة للحدود، والحدود قد أقفلت في العالم كله، ولكن نحن نحاول أن نتعامل مع اللي موجود في الداخل، ولم نرى ولله الحمد قفزة في هذا المجال. شكرا. سؤال آخر موجه من الأستاذ أحمد عبد الحميد من صحيفة أخبار الخليج إلى الدكتورة ابتسام. يقول في سؤاله أنه أشرت إلى تأثر خطط تنويع الدخل في دول الخليج بأزمة كورونا، إذن ما هي الرؤية البديلة لتعزيز الاقتصادات الخليجية مع استمرار انخفاض أسعار النفط؟ ثاني ما نحن شئنا ما بين دول نفطية، حتى حدود تنويعنا كان هذه الحدود اللي لجأت لها الدول. مسألة الأمن الغذائي تحتم إن إحنا يعني ما بقول زراعات، لكن على الأقل الأشياء الضرورية اللي واجهتنا وإحنا نستوردها، يعني مسألة الخضروات تواجهنا فيها في سلاسل الإنتاج، ما كان عندنا، كانت عندنا مشكلة، والناس يعني تعبير الإنجليزي فانك إنهم شو يسوون. أعتقد أول شيء عندك طبعاً التطور التقنية والتكنولوجيا سهلت لك أمور كثيرة ممكن إنك تستخدمها في الإنتاج، الإنتاج المكثف للعمال الكثيرة اللي عندنا صار بالإمكان استخدامها في الميكنة، خصوصاً يعني في قطاع الإنشاءات، التشييد، هذه اللي تستهلك منه عمالة كبيرة. عندك محدودية، وبالتالي يعني الآن المجالات حتى نوعية المهن تغيرت عن الأول بسبب تقدم التكنولوجيا وبسبب الثورة الصناعية الرابعة.
دول الخليج، يعني أنا لست خبيرة اقتصادية لكن أقول دول الخليج محتاجة إلى دراسة هذه الأمور، ما هو مستقبلها في مجال التنويع الاقتصادي. ذكرت أنا تنويع الترفيه، تنويع صناعة المطورات، هذه كلها دول الخليج سابقت فيها وهي أول قطاعات انضربت في الأزمة ومرشحة أن تنضرب في أي أزمة، سواء كانت أزمة صحية أو أزمة اقتصادية أو أي أزمة من الأزمات الدولية الموجودة. التفكير خارج الصندوق اليوم هو المطلوب في ظل الإمكانيات الموجودة. أيضاً التحذير من الاستغناء عن العمالة بشكل غير مدروس راح يكون له مردود سيء على اقتصادات دول الخليج. المواءمة والموازنة ما بين الإحلال والتوطين وهو مطلوب، والأمر قبل التوطين والإحلال التدريب، تدريب وتغيير قناعات الناس مش فقط تجاه التطور ولكن تجاه العمل، أن العمل مش فقط حق ولكن واجب، وأن أنت لا تأخذ مكافأة في مقابل أنك فقط أنت مواطن لإحدى هذه الدول ولكن في مقابل ما تقدمه من عمل. هذا أمر جدا صار مهم. نستقبل أسئلة وتعليقات من المشاركين اليوم. يتوجد راح يتغدون يا أشرف. الحوار كان ممتد الحقيقة والسالي. ما في أستاذ أسأل زملائي؟ لا ما فيش. في تعليقات؟ في أسئلة؟ ما فيش. أوكي. أحلى دكتور. تفضل تفضل يا دكتور. أعتقد الحديث كان ثري جدا. الدكتورة ابتسمت ونظرت العبارة وقالت أن هذه الأزمة كاشفة وتحتاج إلى صفة كاشفة، وأعتقد أن هذه تعكست هذه العبارة تماما. ما تفضل به الدكتور عبد العزيز وهو أحد أعمدة الأمانة العامة لمجلس التعاون على مدى سنوات طويلة، ونشكركم جهود على جهود الأمانة العامة دكتور وكل ما تقومون فيه، وشكرا على تسليط الضوء على ما قامت به الأمانة العامة من جهود تحديدا مجلس وزراء الصحة. طلعنا على التغرير التفصيلي وهو تغرير شامل، وندعو يكون معانا أن يطلعون عليه في أرقام في إحصائيات واضحة وشامل لكافة القطاعات، وأعتقد أنه راح يكون مرجع مهم في عملنا وفي أبحاثنا إن شاء الله القائمة والمستقبلية. دكتور ابتسام، نعتز دائما بتواجدك معنا، من القيادات الفكرية اللي نعتز فيها جدا، وإسهامات مركز الإمارات السياسات معروفة للقاسي قبل الداني، ونعتز دائما بالشراكة معاكم. وتجربة الإمارات صحيح كانت فريدة، وشفنا كيف المواكبة النوعية كما عودتنا الإمارات دائما في مجابهة الأزمات، فشكرا على مشاركة تجربة الإمارات معنا. الأخ الأستاذ أسامة، شخصية وطنية نعتز فيك، دائما تحدي مع العمالة الأجنبية يكون صعب خاصة في ظل وجود ما يقارب نصف السكان هم من العمالة الوافدة، وفي كل محفل لابد أن احنا نكرر التهاني لك كأول عربي يتم تكريمه من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، من أحد الأبطال في موضوع مكافحة الإتجار بالأشخاص. فهي تكريم لنا جميعا، ونهنيك على على ما توصلونا من توفير كافة الدعم للعمال الوافدة في البحرين. أشكر الزملاء المشاركين معنا، لكن أشوف وأنا أتكلم الحين زادت الأسئلة. أطلنا عليكم في هذه الجلسة، المفروض كانت تكون ساعة ونص. المرأة لها حق. في سؤال أخير، أنا يعني بتعسف في استخدام سلطتي، بوجه السؤال إلى الدكتورة ابتسام. في سؤال دكتورة عن التحديات المرأة العاملة في هذه الأزمة. لاحظنا أن
طبعا الحكومات وجهت بالعمل عن بعد من المنزل، لكن المرأة العاملة أيضا لها التزامات من المنزل، ولا بد أن في هناك تحديات للمرأة العاملة إذا كانت متواجدة في المنزل. فما هي التحديات للمرأة العاملة في هذه الأزمة؟ باقي المداخلات أشوف كلها شكر وتقدير للمشاركين الجلسة، صراحة أثريتونا المشاركة. فبنختم إن شاء الله بمداخلة الدكتورة ابتسام إذا تسمح لنا. شكرا معاليك على هذا الإطراء وهذا الثناء. يعني قد أكون امرأة لكن اسمحوا لي، أنا ما أفرق بين المرأة والرجل، يعني أنا دائما عندي التفريق هو الأداء. مثل ما كان في ضغوط على المرأة العاملة كان في ضغوط على الرجل، الجميع جلس في البيت، الجميع تواجه أنه مسؤول عن تعليم الأبناء مع الإي-ليرنينج. صحيح يمكن المرأة يعني هذا لأن دائما كان الرجل في الخارج، فدائما كان العبء يقع على المرأة أنها تلعب دورين، دور الأم ودور الزوجة ودور المرأة العاملة إذا كانت تعمل. يمكن في ظل هذه الظروف اللي فرضتها كورونا على الناس، الجميع جلس في البيت، أصبح الرجل أيضا مواجه بمسؤوليات أبنائه في الداخل وعليه عبء. أعتقد أن يعني ما كانت المسألة قاصرة على المرأة فقط، الجميع تشارك في الأعباء بالنسبة للعمل. يعني أنا يمكن آخر وحدة جلست في البيت مجبرة مجبرة أني أنا جلست، يعني إلى آخر لحظة أنا كنت متواجدة في العمل إلى أن أقفل تماماً، لم يعد السماح لنا بالذهاب. يعني المرأة حالها حال رجل أختي الكريمة، الجميع تعرض لهذه الجائحة وآثارها على قدم سواء. شكرا دكتورة. أشوف كان في سؤال أخير من الأستاذ الدكتورة أسماء بحسين، مشكورة على مشاركتك معنا. كان السؤال موجه إلى الدكتور عبد العزيز، يعني بنختم بهذا السؤال. السؤال هو عن إمكانية تسريع بعض المشاريع المشتركة الخاصة بتنقل المواطنين والبضائع بين دول الخليج كمشروع قطار خليجي ونحوه بعيدا عن الطيران، خاصة ومعظم الخليج عبارة عن أسر ممتدة تحتاج إلى سهولة التواصل. هل من تعليق دكتور عبد العزيز؟ نعم، أعتقد أنه مقترح جيد. مشروع القطار الخليجي تأخر كثيراً عما كان مقرراً له، جزء رئيسي هو انخفاض دخل دول المجلس، فبدأ يعني في باستثناء المملكة العربية السعودية واللي يقع عليها الجزء الأكبر من القطار الخليجي، تم تعليق بعض المشاريع في بعض دول المجلس بسبب انخفاض الموارد المالية. خلال الأزمة عقد اجتماع لوزراء النقل واجتماع أيضا لسكة الحديد على وجه الخصوص بهدف إعطاء أولوية مرة أخرى، لأن الآن الديدلاين الموجود حاليا هو 2023، فكان في محاولة لتقديم التاريخ، وما زالت الأمانة العامة تستطلع آراء الدول المجلس لعمل هذا للقيام بهذا. في عندنا في الكويت طبعا طرفي سكة الحديد الكويت وعمان ليست كروشال مثل بقية الدول اللي في النص، هناك اعتمادات اعتمدها مجلس التعاون سكة الحديد في عمان لكن لم يتم استكمالها حتى الآن. في الكويت أعتقد في بعض الإشكالات الداخلية تتعلق بتمويل المشروع بين مجلس الأمة والحكومة، لكن هذه يمكن تقبل الانتظار. اللي أعتقد اللي ضروري يتم هو الباك بون الرئيسي اللي هو يمتد من حدود الكويت إلى حدود عمان، يعني اللي هو الإمارات بيسكلي والمملكة العربية السعودية. إذا استطاعوا أنهم يستمرون في المشروع فأعتقد أنه
الباقي هي عبارة عن وصلات من البحرين إلى الخط الرئيسي، من قطر إلى الخط الرئيسي، ثم الشبكة الداخلية في عمان تتوقف على الإمكانيات الداخلية. بس أنا أتفق مع السائلة تماماً أن يجب إعطاء الأولوية بسبب ما لاحظنا، أن أكثر نستطيع أن نعتمد على سكك الحديد أكثر ما نعتمد على الطيران، والمسافات قصيرة نسبياً. شكراً. شكرا جزيلا. انا اشكر سعاده الدكتور الشيخ عبد الله ورئيس مجلس الامناء، واشكر الزملاء المشاركين والضيوف هذه النخبه الخليجيه المتميزه، واعتذر هناك خلل فني، الكاميرا لا تعمل، لكن لا يسعني في النهايه سوى التقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل مشاركينا، وايضا اشكر متابعينا من داخل مملكه البحرين وخارجها الذين شاركونا اليوم في هذا اللقاء المهم. والشكر موصول لكافة الزملاء الذين وصلوا، زملائي في المركز الذين وصلوا العمل للترتيب لهذا الحوار الفكري، بدرية وكاري وسهيل، الشكر لهم جميعا، ونلقاكم دائما على خير في حوارات فكرية أخرى لمركز دراسات. دمتم بصحة وعافية وأمن وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله، في أمان الله. عزيز دكتورة ابتسام وأستاذ أسامة، أكرمتونا بحضوركم ومشكورين على وقتكم وأثريتونا بالحديث. شكرا لنا، الشرف لنا يا دكتور، الله يسلمك. مشكورين. شكرا. مع السلامة.